وصلت زهر اليوم بعثة الزمالك للإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، وهيشارك الزمالك في كأس السوبر المصري رفقة كل من الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وهيستهل الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام 4:05 عصراً على استاد محمد بن زايد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع أحد طرفي اللقاء الآخر اللي هيجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا. وخاض لاعبو الأبيض ميران ختامي مساء أمس الأربعاء على ملعب عبد اللطيف برجيلة بحضور حسين لبيب رئيس النادي ورامين صوحي عضو مجلس الإدارة. وقام حسين لبيب بتسليم لاعبي الفريق المكافأة المالية الخاصة بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي واللي توج بيها الأبيض على حساب الأهلي يوم 27 سبتمبر الماضي لتحفيز لاعبي الأبيض قبل السوبر المحلي. وشهدت قائمة الزمالك المسافرة للإمارات استبعاد محمود الونش وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي لاستكمال البرنامج التأهيلي لكل منهم. كمان تم استبعاد حسام أشرف وسيدي ناداي وسامسون إكينيولا وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة جوزي جوميز. كمان قرر جوميز سفر الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى الزناري رغم إصابتهم وتأكيد غيابهم عن المباراة الأولى أمام بيراميدز، على أمل اللحاق بمباراة النهائي في حالة التأهل. وشهدت قائمة الزمالك تواجد الوافد الجديد المدافع الغيني جيفرسون كوستا رغم قيده في قائمة فريق الشباب، إلا أن اللاعب نال إعجاب جوميز وشارك في المباريات الودية الأخيرة أمام بتروجيت وزد. انضم لي طبعا النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال نجم مصر والأهلي والزمالك و المحلل الأشهر في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط وفي القطر كله. كابتن رضا منورنا ومشرفنا ودايما تنورنا وتشرفنا. حبيبي يا اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. طيب الحمد لله. كابتن رضا، يعني بنتكلم على ان مش عايزين من الاخر مشهد مباراة الأهلي مع بيراميدز في السوبر اللي كان في الإمارات يتكرر تاني، وشفنا طبعا مناوشات ما بين كابتن أحمد سليمان والكابتن محمد ناجي جدو رد عليه، وفي نفس الوقت في شحن أساسا من رغبة الزمالك في حصد البطولة والتأكيد على جدارته بالسوبر، ورغبة الأهلي طبعا في الرد الخسارة، وفي نفس الوقت طموحات بيراميدز وطموحات سيراميكا. لكن الأهم هو سمعة الكرة في مصر بصرف النظر عن مين ياخد البطولة. إزاي يتم التعامل مع الأمر ده، وهي مسؤولية مين؟ مسؤولية الأندية ولا مسؤولية اتحاد الكرة قبل البطولة؟ مسؤولية الاتحاد. الاتحاد طبعا. إن الاتحاد لو قوي مش ضعيف كله هيخاف يطلع عن النص، كله هيخاف يغلط. فإسلام انت مفيش لا رابط ولا ظابط، مفيش لايحة. انت عندك في المباراة اللي انت بتقول عليها دلوقتي اللي هي من سنتين حصل ضرب، حد خد انذار؟ حد توقف في حاجة من دي حصلت؟ ده فخلاص الموضوع سايب، مفيش رابط ولا ظابط. لو انت عامل لايحة ان انت لو حصل حاجة هتتوقف وهتتغرم كله هيخاف. انما انت للأسف اللي هو الراس الكبيرة ضعيفة جدا، فمن حق الأندية تعمل اللي هي عايزاه. اذا كان في لعيبة ضربت، خلينا نتكلم ان مفيش لوايح. مفيش لوايح. فبالتالي ده اللي بيخلي اللعيبه تخرج عن النص، مش فارق معاها تخرج عن النص. انما انت لو في لائحه قويه، هقول لك على حاجه. طب ما في الدول الخليج، مش هنروح بعيد، مش هنقول لك الدوريات الاوروبيه، بين الملعب وبين الخط قد ايه؟ مفيش. ده انت ممكن الراجل بيهدف اوت ممكن تاخد منه الكوره، صح؟ حد بينزل ملعب؟ مفيش حد بينزل ملعب. ليه؟ عشان هناك في لوائح بتتحط وقوانين بتتحط
اللي هينزل الملعب مش هتشوفه تاني. انما هنا بتلاقي سعد السلام الوطني في اغاني بتتحسن، في شتيمه، في ده احنا بنقول عايزين نرجع الجماهير. الناس دي بتروح تعمل الحاجات دي عشان الجماهير ما ترجعش، عشان دايما اقول لك ان مفيش استقرار. فانا شايف ان اللوايح هي اللي بتخليك تمشي زي الالف، لا تغلط ولا تخرج عن النص. الجمهورين، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، هيساعدوا فرقهم في التاهل للمباراه النهائيه قدام بيراميدز في مباراه الزمالك وقدام سيراميكا في مباراه الاهلي في ماتش الاهلي، ولا الجمهور مش هيكون عليه دور كبير في حسم نتيجه المباريات؟ بص، انت في مباراه الزمالك وبيراميدز هيبقى كل اللي في الاستاد جمهور الزمالك، ونفس الشيء في ماتش سيراميكا. تمام. هي بس اول طلعه. لو بيراميدز والفرقه بتاعت سيراميكا عدوا اول ربع ساعه بتاعت اللي هي المناشدات والتشجيع والحماس والكلام ده، ومركزين ان هم يلعبوا كوره، وخطفوا الاضواء من اللعيبه في الملعب، وقدروا يتفوقوا ويبداوا يروحوا للجون الاهلي او الزمالك، تاكد ان المباراه هيبقى فيه مفاجات في كاس السوبر ده. فعلا. طبعا، لان انت بعد 10 دقائق جمهور لما بتليك انت، انا كجمهور اهلي او زمالك، الفرقه الثانيه ضغط عليا وبتهاجم ومش هايبه الموقف ومش خايفه مني، انا بقلق فبسكت. فخلاص انت اديتهم كده الحته اللي هي بتدي، مثلا انا اقول 90% في الاول ان تبقى الكفه في ايد الاهلي او في الزمالك. فراحت من لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك، خلاص الفرقه الثانيه ممكن تكسب وتعمل ماتش كبير ويبقى الجمهور كانه ما جاش. من الناحيه الفنيه، من حيث الافضل في التوقيت الحالي، ما بقولش مين ياخد البطوله، لا خلي بالك، ما بقولش مين ياخد أيوة البطوله. بس اسمع، ما انت هتقول لي من الناحيه الفنيه، احنا ما شفناش لا سيراميكا في بدايه الموسم ولا بيراميدز، احنا شفنا الاهلي والزمالك. تمام. لو على الاهلي والزمالك الاثنين يخسروا، الاثنين يخسروا على الماتش اللي هو بتاع نهائي افريقيا اللي هو السوبر الافريقي، مع ان الزمالك كان كويس. لا الزمالك ما كانش كويس. لا بص، كان الزمالك كويس. بص الزمالك كان بيستحوذ كويس في نص الملعب. طيب، بس ما ضيعش فرصه. ماشي يا اسلام، مش شرط. ماشي، لا يا حبيب قلبي، انت شرط. انت لا، ما انا قدامي فرقه برضه حبيبي. ماشي، ما انا بتكلم، بس انا مستحوذ. لا انا بتكلم على الفرقه انا، وايه يعني مستحوذ وما رحت؟ انت شفت الشناوي كم مره؟ شفت عواد كم مره؟ ماشي. لا بص يا اسلام، الاهلي كان يعني خارج المستوى، خارج نطاق الخدمه في المباراه دي. أنا والزمالك، لكن الزمالك كان افضل. لا افضل في نص الملعب عشان طيب. عبد الله السعيد، عشان بس في المحيط اللي هو قبل ال 18 بتاع الاهلي. لا انا عايز، ايوه، لان النادي الاهلي كان مقفل برضه في شوط تاني. لا يعني النادي الاهلي ما كان، انت برضه كان مفروض ناصر، عندك زيزو، عندك ما نزل ناصر، ده ناصر بقى اسطوره. لا ناصر ماهر في البدايه. يعني يبقى في اختراقات، نشوف الكوره بقى. احنا كان في ماتش الاهلي والزمالك ده كنت بتشوف كل دقيقه شوبير يا اما حسين السيد، يا شوبير يا حسين السيد، هنا واحد بيطلع، هنا واحد بيطلع ياخد كروس من على دماغ رمضان او من على دماغ جمال عبد الحميد، شوطه بتعدي اللي هو ماتش 94. لا ده الماتشات كلها، ولا بتتكلم على الماتشات كلها. طول ماتشات الاهلي والزمالك كده. انت الماتش اللي فات الاهلي ما جابش كورنر. ايوه بس كان في ماتشات برضه وقتكم كانت، لا لا خالص، معقربه شويه. لا معقربه بس بتضيع. يعني معقربه في فرص بتضيع. يعني انت برضه تقول ايه؟ لا النهارده الاهلي كان المفروض يكسب، ده في فرصه كذا وكذا. في الزمالك كان يكسب وكان في فرصه جمال ومش عارف ايمن يونس. صح صح. انت الماتش اللي فات قلت في فرصه. ده هي يعني اللي الكره اللي هي جت في دماغ ناصر منسي وعدت. ما تعتبرش فرصه، مش فرصه، واخد بالك؟ لان بره خالص، مش بين التلات خشبات، واخد بالك؟ هي اللي كانت ممكن هتبقى فرصه
اللي زيزو شطه وجت في النصر. ايوه اللي جت في النصر لا والاهلي في الشوط الاول وسام ابو علي التسديده اللي سددها من كره ثابته من بعيد وانقذها انا عوال. عايز فرصه انا عايز اللي هي فرصه بجمله تكتيكيه بس بتتكلم جمله متعودين عليها بيلعبوها واحد بينط من على الكوره واحد بيعديها بس ده لا ينكر ان الزمالك كان افضل ما افضل في نص الملعب ما اختلفتش معاه هو المستحوذ في نص الملعب انما طيب التفوق ده هل هيستمر قدام بيراميدز ولا بيراميدز اللي هو يعتبر عنده افضل فريق في مصر هو افضل فريق من السنه اللي فاتت هو احنا بمنتهى الامانه افضل فريق تمام واخد بالك واتظلم السنه اللي فاتت تمام ظلم باين ماشي احنا بنتكلم عن الناحيه الفنيه انما دلوقتي احنا ما شفناهوش الدوري بدا يعني الدوري ما بداش يبقى ما شفناهوش يبقى هنحكم عليه ازاي لما نتفرج عليه نبدا نقول ايوه بس التغييرات مش كبيره لا حتى 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 الاحساس برضو بقى لهم فتره ما بيلعبوش وما شفناهمش انما الاهلي شفناه والزمالك شفناه انما دولت بقى لهم فتره ما شفناهمش فعشان كده والمباريات الوديه ما تقدرش تقيس عليها خالص ما انت الزمالك بيخسر والاهلي بيتعادل وبيراميدز بيكسب دي مش مقياس خالص فانا بقول لك ان لكن انت ما تقدرش ترتب لي الاربع فرق من حيث الاقوى فنيا مش اللي هياخد البطوله لا ما الكلام ده لو في البطوله في البطوله اللي جايه لا لو الاربعه كان الدوري شغال كنا نقول لك انا اقول لك واحد اثنين ثلاثه لان احنا شفنا المستوى انما لا اقدر احكم على سيراميكا انا ما اعرفش سيراميكا جابت صفقات ايه هيلعب السنه دي ازاي جايبين 15 صفقه طيب ال 15 صفقه دول مش فيهم سته ولا سبعه هيلعبوا اكيد اكيد صح طب احنا شفناهم هل دخلوا بسرعه انسجموا بسرعه عشان نقدر نحكم الكلام ده مش تقدر تقوله غير بعد ماتش الاهلي وماتش الزمالك تقدر تقول انما الاهم من كل ده انت بتقول عايزين الشكل العام بالظبط واللي يترجم الشكل العام ده ان يبقى في عداله تحكيميه في عداله تحكيميه وكل واحد بياخد حقه الاربع فرق هيقدموا احلى ماتشات وهيسيب لك انطباع هناك في الامارات هيبقى احسن مره رحنا الامارات فيها ورجعنا طيب كولر وجوميز ويوروشيتش وايمن الرمادي وايمن الرمادي المدرب المصري الوحيد اللي بيواجه ثلاث مدربين اجانب وبالتالي هيكون عليه ضغط كبير ولا مش هيكون عليه ضغوط لان بيواجه اهم ثلاث فرق في مصر او هيقابل فريقين في حاله تاهله للمباراه النهائيه او فريق واحد فبالتالي هيكون عليه ضغط كبير ولا الضغط الاكبر بيقع على كولر علشان بعد الخساره اللي خسرها في السوبر الافريقي هاخد منك الاجابه بعد الفاصل بعد الفاصل مع الكابتن رضا عبد الهادي هذا البرنامج برعايه وزني على الميزان لسه زي ما هو عادي يعني زيرو كالوري في الدايت تمشي من الصبح بدري بيضربني فبعطش فبشرب هيلث كولا وعادي يعني لسه فورمه هيلث كولا صودا اكتر هيلث كولا زيرو سكر هيلث كولا مش بتهزر وطعم جامد مش بأفور هيلث كولا زيرو سكر صودا اكتر هيلث كولا اشربها هيلث استمراراً لريادة مصر إقليمياً ودولياً في دعم قضايا التحضر والاستدامة والعمل البيئي اختارت الأمم المتحدة وبرنامجها للمستوطنات البشرية هابيتات مدينة الإسكندرية
مقراً للاحتفال بيوم المدن العالمي 2024 تحت شعار الشباب يقودون العمل المناخي والمحلي من أجل المدن. يأتي ذلك في إطار فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي WAF 12، ما يعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية الفريدة في تسريع وتيرة التحضر وتحسين جودة الحياة. شارك الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للمدن يوم 31 من أكتوبر بمكتبة الإسكندرية. لسه مكملين مع الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا، يعني عندي مفاجأة ليك على التليفون. يعني واحد من المحللين الصاعدين واللي كان طبعا ظهر في احتفالات طبعا المتحدي او ذوي الهمم، كان في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد الرحمن مصطفى لو تفتكر، بتاع العضويه اللي خد عضويه اللي طالب ده، دخل معانا يوم ماتش السوبر، كان بيكلمني امبارح وقال لي انا عايز اتكلم مع الكابتن رضا عبد العال. ده يشرفني. قلت له الكابتن رضا عبد العال يعني بيرحب بيك وفي اي وقت طبعا تكون يا موجود. حبيبي حبيبي عبد الرحمن، برحب بيك ومبسوطين ان انت معانا. مرحبا بك يا استاذ اسلام، وليا الشرف ان ابقى معاك، وشكرا على الكلام الحلو. وطبعا في وجود الكابتن رضا عبد العال، نجم كبير في الوسط الرياضي وكره القدم في نادي الزمالك والنادي الاهلي، ونجم مصر في التحليل برضه، وكنت بتاخد معاه ماتش السوبر، قعد يسقف من غير ما قعد يتدلع ويرقص زي ما قلت له. فاكر يا كابتن؟ فاكر فاكر يا عبد. طبعا طبعا حبيبي يا عبد، ليا الشرف ان انا ابقى معاك النهارده. ده احنا حبيبي، ده شرف، ومبسوطين ان انت موجود معانا. لان انا يعني تابعت كمان اكتر من مره كلامك في الكوره، انت بتتكلم كويس جدا وعندك رؤيه محترمه جدا، فبالتالي احنا اللي لينا الشرف ان انت موجود معانا عبد الرحمن. وانت منك لرضا عبد العال بقى، لان انت كنت انت بتقول لي انا نفسي اكلم رضا عبد العال. طب تعالى لي انت الاول بعد اذنك. طب اتفضل اتفضل. الاسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات اتفضل قلت كل معسكر للكابتن حسام حسن بيثير المشاكل. المشاكل المشاكل اللي بيثيرها الكابتن حسام حسن. لا انا كنت بتكلم على التصريحات اللي حصلت. انت بتحب حسام حسن الاول؟ طب خلاص يبقى. واحنا كمان حد في مصر واحنا بيحبش حسام حسن، واحنا كمان بنحب حسام حسن. لا واحنا البرنامج جداً. الوحيد اللي كنا بنقول حسام يمسك المنتخب. كابتن رضا على فكره، وانت اكيد بتتابع الكابتن رضا، كان بيساند الكابتن حسام بشكل من كبير من زمان. من زمان. لكن خليني اقول لك ان المشاكل لا يعني موجوده. يعني لما مثلا في التصريحات اللي كانت حصلت في الفترة الأخيرة، تصريحات منطقية. نعم منطقية من حسام حسن. أيوة ماشي، منطقية بالنسبة لك، لكن بالنسبة إحنا هنا لما بنيجي بنحلل بنقول إن في أزمة حصلت، لأن إحنا بنكون عارفين في الكواليس إن حصل ردود أفعال تانية. فبالتالي إحنا مهمتنا هنا لما بنيجي بنتكلم يا عبد الرحمن، يهمنا جدا جدا نجاح الكابتن حسام حسن وتركيزه في الملعب اكتر، فبالتالي بنبقى عايزينه يركز في الملعب بس، لان حسام حسن ده يعني قيمه كبيره جدا ورمز كبير جدا. فيهمنا زي ما كان هو رمز كلاعب، هو ابراهيم حسن كمان يكون هو رمز كمدير فني لمنتخب مصر، صح، ونموذج لمصر باذن الله وللمدرب المصري. هما طول عمرهم رموز،
بس حضرتك حضراتكم عارفين ان اول ما الكابتن هنا بوريتا والاستاذ احمد مجاهد اول ما هيمسكوا اول قرار هياخدوه اقاله حسام. لا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن هي ما بتتحسبش كده. عبد الرحمن هو طول ما هو بيكسب وربنا موفقه محدش هيجي جنبه. كان خلو لا حتى لو جيت تخين مفيش حد يقدر يجي جنبه طالما بيكسب واخد بالك وماشي كويس خلاص الموضوع منتهي. كان خلك كابتن حسام البدري وهو كان بيكسب وما كانش بيخسر مع المنتخب كان خلاه وما كانش كاب كروش مع ان فضل الكروش كانت احسن برضه. بص انت بتتكلم في نقطة مهمة جدا واحنا معاك فيها ان حسام حسن والكابتن رضا برضو بيأكد لك على نقطة مهمة او جزئية مهمة ان حسام حسن ماشي كويس وحقق رقم تاريخي دلوقتي اللي هو الفوز باربع مباريات في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا واللي كان يعني مكتوب باسم الجوهري وبالتالي مساندة حسام حسن ده واجب علينا كلنا. وفي نفس الوقت الكابتن رضا عبد العال بيقول لك ايه ان طول ما حسام حسن بيكسب ما حدش هيقدر يجي جنبه. صح ولا مش صح؟ هو صح الكلام بس طيب. انت شايف الاحداث الكام سنه الاخيره مع الكابتن حسام البدري ومع الله يرحمه الكابتن لا بص 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 هنا بس عبد الرحمن بس هنوضح الحته بتاعت الكابتن حسام البدري. هو اتظلم لان اللي كانوا موجودين هم خافوا من في التوقيت ده. هو ما خسرش هو كان يتعادل. ايوه صح يا عبد الرحمن كان متعادل كان معاه انجولا والجابون وليبيا. ايوه وكان وصل مفيش مشكله بس هي المشكله ايه ان الناس اللي كانت موجوده خافت لان السوشيال ميديا عليت قوي فهم خافوا فقال لك نسكت الناس ونجيب مدرب اجنبي وده كان اكبر غلط لان الكابتن حسام ما خدش فرصته واتظلم وكان مفروض يكمل. ولو كان خد فرصته كان هياخد امم افريقيا. انما الموضوع ده مش هيحصل مع حسام حسن الا في حاله واحده لا قدر الله سوء النتائج واي مدرب. مفيش سوء نتائج معاك. لا بقول لك مش هيحصل الا لو لا قدر الله في سوء نتائج. قول لي انت قول لي غير حسام حسن وانت بتحب مين في المنتخب يا عبد الرحمن؟ لا كتير. يعني قول لي مين اكتر لاعب بتبقى انت يعني حابب ان يكون موجود في المنتخب؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. بحس ان هو الطيل عمرو زكي. عمرو زكي. اه. قول لي انت يعني المباراة الزمالك مع بيراميدز طبعا هتفرج عليها ومباراة الاهلي مع سيراميك كليوباترا. بس قبل ما كده الزمالك وبيراميدز والاهلي عايز اعرف بس ايه الهجوم الشديد اللي من حبيبي الكابتن رضا عبد العال. معلش هاخد من وقت البرنامج شويه. براحتك. البرنامج كله تحت امرك. معلي الصوت بس خليه معلي صوته النبي يا اسلام عشان يعني البرنامج باللي فيه تحت امرك. ربنا يخلي حضرتك. علي الصوت بس علي الصوت بتاع المداخل. عمر مرموش موهبه صعبه. ليه؟ عمر مرموش موهبه صعبه. اه وهيبقى احسن لاعب عربي في اوروبا. تمام وهيبقى بديل محمد صلاح في ليفربول. تمام صح؟ ايه الهجوم اللي حضرتك بتدي عمر مرموش عشان كده انت حضرتك بتبقى فيه هجوم شديد بتقول المدبولي احسن منه بس في بعض اللعيبه افريقيه كانوا بيحترفوا في اوروبا زي تيتيت روبا وايتو ما حققوش انجازات زي مرموش. لا 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 مرموش لا. هيجي واحده واحده. لا يا عم بس اصل انت بتقول ايتو ودروجبا ما حققوش ده لسه محمد صلاح كسر الرقم بتاع دروجبا الاسبوعين اللي فاتوا. انا قصدي مع المنتخب مع بلدهم. ازاي بقى طيب إزاي؟ هو بيتكلم على ان يعني ان عمر مرموش موهبه صاعده. ايوه وبالتالي انت حضرتك ليه بتهاجمه بصرف النظر طيب. عن ايتو ودروجبا طيب. هو انا هاجمته. هو عايز بس يعرف منك السبب ده ايه. طيب هو يا عبد الرحمن هو انا هاجمته بعد ما هو تالق في الماتش بتاع بايرن ميونخ ولا هاجمته من 3 سنين؟ لا من 3 سنين يا كابتن. كان لعب بايرن ميونخ؟ لا. كان اتالق كده؟ لا. طب خلي دي على جنب. جه معانا ماتش لعب 90 دقيقة جاب جون؟ لا.
عمل اسيست؟ تقريبا. ايه؟ لا لا ما عملش. استنى بس، فين فين؟ فين يا هو؟ طيب برضو علشان نوصل الجزئية دي، كابتن رضا بيكلمك ان عمر ما ظهرش بنفس المستوى القوي اللي هو عليه في الدوري الالماني مع المنتخب في ماتشين موريتانيا بس. لسه في بداية. لكن ده ما يمنعش ان انت كلامك صح جدا، ان عمر مرموش ده واحد من اهم اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر. يترجم. وبالتالي كابتن رضا لما بيتكلم هو عايزه يترجم ده مع منتخب مصر. وقلت بس عايز اسال كابتن رضا، هل كابتن محمد صلاح العالمي هل اللي بيأدي مع ليفربول بيجي يأدي مع منتخب مصر؟ محمد صلاح العالمي لو مرموش وتريزيجيه اتمسكوا زي ما هو بيتمسك وربنا ما هيتنفسه، لان كل خطه اي منتخب بيجي يلعبك على صلاح، فده لما بيقف في الملعب مفروض بقى تريزيجيه وزيزو ومرموش ومصطفى محمد هما اللي يشيلوا عن الراجل ده. وبعدين محمد صلاح في بداياته كان هو اللي شايل المنتخب ايام ابو تريكه والرجاله دي. لا كان معاه نجوم ابو تريكه وعبد الله. طب ماشي، ما انت كانوا بيحطوا له الكره في الحته الفاضيه يروح يجيب جول. انما دلوقتي انت اللي بيلعب تحت محمد صلاح ما بيعرفوش يبصروا له في الحتة. عنده تريزيجيه ومرموش وسيسو. يا عم دول بيلعبوا الحتة أنا دي. انا عجبني رؤية عبد الرحمن، وانت عجبني جدا جدا في توجيه اسئلتك سواء ليا او للكابتن رضا بجد والله، لان انت ده. طب انا اساله سؤال بس والنبي يا والنبي يا كابتن رضا اساله بس أنا سؤال. انا بس انا عندي بس عشان الوقت. طب هي سؤال بس. ما معلش. والنبي سؤال. سؤال. اتفضل. يا عبد الرحمن. نعم. مرموش لعب 180 دقيقة ماتشين صح؟ بتوع موريتانيا. عجبك؟ الماتش الأولاني لا، الماتش التاني عشان الاتنين صناعي، وكمان أنت كنت بتلعب مصارعة ما كنتش بتلعب كورة أصلاً، وحضرتك شفت الامتحانات وتبتلة إبراهيم عادل دي فرقت. هي رؤية فنية ورؤية محترمة جداً لعبد الرحمن. إن بجد والله يا عبد الرحمن يعني انت عاجبني جدا. تاني بكرر لك ان انت بتوجه اسئلة فيها يعني ذكاء كبير جدا منك، وفيها ان انت بيدل ده على ان انت فاهم كورة كويس قوي ومتابع كويس قوي. وعاجبني كمان ان انت متابع الكواليس، يعني عارف ومذاكر ان احمد مجاهد مشى حسام البدري رغم ان هو ما كانش اتغلب ولا ماتش. والكابتن هنا بوريتا كابتن حسن امام كان عايز كوبر قبل كاس العالم يمشي ويجيب حسام حسن، بس هنا بوريتا رفض. حسام حسن موجود واحنا كلنا بنسنده، لكن مش معنى كده ان احنا يعني ما مش هنطالبه ان هو يبعد عن امور معينه، عشان احنا كلنا عايزين حسام حسن ينجح باذن الله في مهمته. قال لك حسام حسن ده رمز كبير زي ما قلت لك. وطبعا بقول لك يا عبد الرحمن. نعم. بعد بطوله السوبر انت يعني يا ريت تشرفنا هنا في البريمو، وهيبقى منك لرضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال تيجي تقعد هنا وتوجه له كل اللي انت عايزه. ليه الشرف استاذ اسلام حبيبي عبد الرحمن. احنا بالبرنامج باللي فيه احنا اللي لينا الشرف ان انت كنت موجود معانا ومستنيين، وان شاء الله باذن الله بعد بطوله السوبر تكون موجود معانا في الحلقه. ليه الشرف. بشكرك عبد الرحمن. في حاجه في حاجتين عايز اقولها. اتفضل. اول حاجه هقول لك بس دي سجلها، مصر هتاخد امم افريقيا اللي جايه في المغرب بحسام حسن. حلوة قوي ان شاء الله باذن الله. سجل لو زي ما قلت قدام رئيس الجمهوريه بقول اهو على الهواء قدام الشعب المصري. تمام. طب ده تفاؤل ده كويس. ده رقم واحد باذن الله مصر تفوز بامم افريقيا في المغرب باذن الله. ايه تاني؟ عايز على الهواء في اغنيه عشان بطوله السوبر والتشاحم والتصريحات من هنا لهنا، عايز كده في اغنيه بتقول خدوا بالكم من مصر. كان في احتفال اكتوبر للفنانه نانسي عقرب،
ريت نشغلها لغايه نهايه بطوله الصوم عشان يبقى اللعيبه عندها روح رياضيه على الفرق المنافسه. يعني الزمالك يبقى عنده روح رياضيه قدام بيراميدز، لعيبه الاهلي تبقى عندها روح رياضيه مع لعيبه الزمالك، لان لاننا وطن واحد شعب واحد. برافو عليك، وهو ده اللي احنا انت كنت متابعني في يعني قبل ما الكابتن رضا عبد العالي يدخل يا عبد الرحمن. انا متابع كله، ومنتقل الكابتن ايمن يونس كمان. وايه؟ متابع منتقل الكابتن ايمن يونس. تابعت المداخله بتاعت الكابتن ايمن. وهو ده هدفنا النهارده، وهدفنا عموما في البريمو ان سمعه الكوره المصريه تظهر بالشكل، سمعه مصر كلها بالشكل الطبيعي بتاع مصر. فيعني كلام مهم جدا انت بتقوله، ورسالتك دي رسالة يعني اهم من هدف ناصر منسي. مش انت زملكاوي؟ فكلامك ده اهم من هدف لك الحاجة ناصر منسي. هقول لك الحاجة بس ما حدش يسأل مني. اتفضل. قبل الماتش انا كنت متوقع ان احنا نشيل 7-0. يا لهوي كتير قوي. قبل الماتش قال لي كده، ده فعلا قبلها بساعة اللي احنا هنكسب، ما اعرفش ازاي. انا قبلها بكام يوم قلت 7، واي حد يسألني نخسر 7. لا هو اديك فرحت بالسوبر الافريقي وان شاء الله تبقى موجود معانا في حلقه بعد السوبر المصري في وجود الكابتن رضا عبد العال. ليا الشرف، وعايز اشكر حضرتك واشكر المصر اليوم واشكر رئيسه التحرير الاستاذه ياسمين عبد العزيز. شكرا ان انا عملت المداخله دي مع حضراتكم. شكرا يا عبد الرحمن، ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن رضا. هرجع للسؤال اللي انا كنت سالته لحضرتك. ايمن الرمادي بيواجه 3 مدربين اجانب، هيبقى عليه ضغوط كبيره ولا هو كده كده ما عرفوش ضغوط؟ انا من وجهه نظري هو افضل واحد في الثلاث مدربين التانيين. هو افضل؟ لان ملم بالكره المصريه، عارف لعيبه الاهلي كويس قوي، عارف لعيبه الزمالك كويس قوي، عارف لعيبه بيراميدز كويس قوي. والوحيد اللي هو هيعرف يلعب الفرق دي. ليه؟ لان عارف وقاري وشايف وعنده خبرات. هو بس التوفيق. يعني هو لما هيلعب الاهلي التوفيق. والعداله التحكيميه. انا بقول لك مع اني ما شفتش فرقته. هيتعب النادي الاهلي وهيتعب اي فرقه هيلعبها. فهو كونه ان هو مصري فعارف الثلاث فرق وقاريهم كويس قوي، وهو بالنسبه له الثلاث فرق كتاب مفتوح. غير الاجانب، كولر عنده مشاكل قبل بطوله السوبر فنية، عنده مشاكل في استمراره هو. يعني السوبر الأفريقي عامل مشاكل لكولر فنية وبالنسبة له. هاخد منك الإجابة بعد الفاصل، بعد الفاصل مع النجم رضا عبد العال. غدرت بعثة فريق الأهلي برئاسة بطولة كاس السوبر المصري، واللي هتقام خلال الفترة من 20 ل 24 أكتوبر الجاري. ورافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق أنديل عضو مجلس الإدارة. وخاض فريق الأهلي مرانو على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقاً للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للبطولة، مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران. وهيلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري. وأسفرت القرعة عن مواجهة مكررة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا من نسخة الموسم الماضي، واللي جمعت بين الفريقين أيضاً وشهدت فوز المارد الأحمر بهدف بلاس 90 والتأهل للنهائي ثم الفوز باللقب بعدها. والأقرب إن هيبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مواجهة سيراميكا بنفس تشكيل مواجهة السوبر الإفريقي، مع تغييرات اضطرارية زي بديل محمد هاني المصاب
وربما أحد قلبي الدفاع لدخول المغربي أشرف داري أساسي، مع احتمالية ظهور لاعب جديد في الثلاثي الأمامي تحديداً بمركز الجناح. وبيسعى الأهلي للفوز ببطولة السوبر المصري واستعادة توازنه الكروي مرة أخرى بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المملكة العربية السعودية. استمراراً لريادة مصر إقليمياً ودولياً في دعم قضايا التحضر والاستدامة والعمل البيئي، اختارت الأمم المتحدة وبرنامجها للمستوطنات البشرية هابيتات مدينة الإسكندرية مقراً للاحتفال بيوم المدن العالمي 2024 تحت شعار الشباب يقودون العمل المناخي والمحلي من أجل المدن. يأتي ذلك في إطار فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي WAF 12، ما يعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية الفريدة في تسريع وتيرة التحضر وتحسين جودة الحياة. شارك الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للمدن يوم 31 من أكتوبر بمكتبة الإسكندرية. بقول لك أنا لسه شاربة 5 هيلسي كولا امبارح ووزني على الميزان لسه زي ما هو. عادي زيرو كالوري في الدايت تمشي من الصبح بدري. بيضربني فبعطش فبشرب هيلسي كولا وعادي يعني لسه فورمة. هيلسي كولا صودا أكتر، هيلسي كولا زيرو سكر، هيلسي كولا مش بتهزر وطعم جامد مش بأوفر. هيلثي كولا زيرو سكر صودا اكتر، هيلثي كولا اشربها هيلثي. لسه مكملين مع الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا، كولر عنده مشاكل فنيه ولا المشكله فيه هو، لان هو كده مصيره او استمراره مع النادي الاهلي مهدد، ولا اصلا خساره السوبر الافريقي مش هتاثر على مصير كولر؟ شايف الكولر والنادي الاهلي قبل بطوله السوبر هيتعاملوا ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ اكتر واحد، اكتر مدرب مضغوط في الاربعه اللي موجودين هو كولر. ها وانت من يوم خساره السوبر جماهير الاهلي عامله ايه؟ متضايقين طبعا، مش طايقه نفسيها طبعا. ازاي نخسر يعني اسهل بطوله بالنسبه لهم، وعلى الكلام اللي كان بيحصل وعلى الاعلام اللي هو قاعد يغرر بيهم، وتلاتة واربعة والزمالك ما يروحش والزمالك مش عارف ايه، فكل الكلام دوت جمهور الاهلي مش هيستحمل تاني ان هو يخسر السوبر. فهو لو ما كسبش السوبر هيبقى على طول، ده ممكن ما يكملش ماتش العين. اي حد لا ماتش العين بعدها باربع ايام، وايه يعني عادي؟ لا هيبقى صعبه. مين ما بص مش هيبقى فيه، لان الناس اللي مش هو هنا في القاهره شوف جماهير الاهلي تروح تعمل فيه ايه. خلي بالك، ما انت لو خسرت السوبر ده نقطة فارقة في تاريخه اذا كان هيبقى موجود ولا لا. فانا بقول لك اهو من دلوقتي لو حصل حاجة هيمسكوا سامو قمصان ماتش العين. طيب هو يعني كان بيفكر ان هو يغير طريقة اللعب وان يستعين ويغير التشكيل. هل لو غير طريقة اللعب
وأضاف بعض العناصر في التشكيل ممكن يغير من أداء النادي الأهلي، ممكن يبقى النادي الأهلي يقدر يفوز على سيراميكا وبعد كده يفوز على أي فريق بقى بعد في النهائي سواء بيراميدز أو الزمالك ويحصل بطولة السوبر. هو بص مشكلته أنت حتى لو غير طريقة اللعب مش هلعب قفش. طريقة اللعب دي عشان تتغير لازم يبدأ بقفش، لأن قفش ده هو الوحيد اللي بيعمل له شكل جمالي وإيجابي في الملعب. ما قفش نزل في السوبر الأفريقي، معلش بس نزل إمتى؟ ما عملش حاجة. طب ما نزل في كاس مصر وعمل، ونزل في ماتش سيراميكا وعمل، ماشي، ونزل في ماتش طبيعي ان يعمل. لا يا حبيبي انت هو ورقه رابحه. لا انا العب من البدايه في فرق لما انزل وانا فرقتي مش شايفه. ممكن يكون عنده هو كمدرب عنده رؤيه ان هو بيخليه على الدكه، ما عندوش رؤيه فنيه خالص. اسمع اللي انا بقول لك عليه، هو بيحب وبيكره. هو فتره بيرسيتاو كان مكسر الدنيا قعد ليه؟ حسين الشحات في فتره من الفترات اول ما جه في ماتش ريال مدريد لو تفتكر كان حسين نجم المباراه وقعده فتره. فهو واحمد عبد القادر الامثله كتير. قفشه لما كان بيلعب وماشي كويس وقعد، واخد بالك؟ لا فهو بالنسبه للتكتيك الفني هو ما عندوش. تمام. جوميز الناحيه الثانيه، جوميز مش فارق معاه. عارف ليه؟ خد بطوله، واخد بالك؟ وهو رايح بمعنويات عاليه، خسرت البطوله عادي محدش هيحاسبني. ليه؟ لان انا خدت بطوله فعمل رصيد. انما كولر هو المضغوط، اكتر واحد مضغوط هو. تمام. يوروشيتش برضه مش مضغوط، مش مضغوط لا خالص. البطوله مقامه في الامارات، ما كانت مقامة قبل كده في الإمارات وكان أحسن من كده أيام اللي هو كان البرتغالي اللي مشي ده اسمه إيه؟ كان مين البرتغالي؟ اللي هو مشي اللي كان باتشيكو. باتشيكو، واخد بالك؟ وكان التيم أحسن من كده وكان ماشي كويس قوي، ورغم كده وكان مع عبد الله السعيد ورمضان والرجالة وخلصت. طيب آخر سؤال، رتب يعني خلصنا؟ لي طبعا. لا والله رتب لي الـ يعني الفرق الاربعه الاقرب للفوز ببطوله السوبر. احنا قلنا في اتنين ما شفناهمش، ماشي رتبهم. انا من وجهه نظري انا اتمنى يا لا ماليش دعوه بالتمنيات، ما انا بقول لك اهو يا بيراميدز يا سيراميكا. لا قول لي مين، بس لو في عداله تحكيميه. لا قول لي النسب، يعني وزع النسب. لو في عدالة تحكيمية؟ لا العدالة التحكيمية موجودة لأن حكام مصريين، لكن أنا بكلمك موقوف إن هم مصريين يعني. ماشي. النسب كام؟ وزع حالي على الأربع فرق. بيراميدز كام في المية؟ 60%. 60%، دي نسبة كبيرة قوي. طيب ناقص لك الاهلي الزمالك سيراميكا، هم بقى يخرجوا مع بعض. اللي هيقابل بيراميدز يعني وزع لي ال 40%. لا مش هوزع ال 40، مش هوزع. لا وزعهم لي ورتبهم 15 15 10. الاهلي الزمالك نسبهم متساويه. لا 15 15 الزمالك سيراميكا الاهلي 10. الزمالك سيراميكا وبعدين الاهلي 10. سيراميكا اعلى من الاهلي؟ الاهلي مضغوط جدا، انا بقول لك كلام وانا عارف الكلام دوت كويس قوي. ايوه ماشي. الضغط ده ممكن يبقى دافع وممكن ما يبقاش دافع، واخد بالك؟ بس انا مش عارف، عندي احساس ان بيراميدز لو في عداله تحكيميه هياخدها، مش عارف. العداله التحكيميه موجوده يا كابتن رضا. نمبر 1 لاعب من الاهلي تتوقع تألقه في السوبر، وسام ابو علي، حسين الشحات، امام عاشور، وسام. لاعب من الزمالك تتوقع تألقه في السوبر، عبد الله السعيد، زيزو، ناصر ماهر. لاعب من بيراميدز تتوقع تألقه في السوبر، عبد الرحمن مجدي، مايلي، وصدي اجوله. عبد الرحمن مجدي.
لاعب من سيراميكا كليوباترا تتوقع تألقه في السوبر. أحمد قندوسي، بالحاج، إيبوكا. قندوسي. الأفضل لقيادة هجوم الزمالك في السوبر، الجزيري، ناصر منسي، عمر فرج. ناصر منسي طبعا. ناصر منسي طبعا. الأفضل لحراسة مرمى. أنا بضحك مش عشان تريقة عليه ولا الكلام ده، لا أنا مقتنع بناصر منسي عن الجزيري. تمام. الأفضل لقيادة لحراسة مرمى الأهلي في السوبر، الشناوي، شوبير، حمزة علاء. طبعا أنا عارف شوبير. الإجابة قول يا كابتن. ماشي. من سيتأهل لنهائي السوبر في المباراة الأولى، الزمالك ولا بيراميدز؟ أنا قلت بيراميدز. تمام. من سيتأهل؟ جمهور الزمالك ما زعلش، أنا بتكلم على ده وجهة نظر بالنسبة لي أنا. تمام، أنت حر. من سيتأهل لنهائي السوبر في المباراة الثانية، الأهلي ولا سيراميكا كليوباترا؟ سيراميكا. سيراميكا كليوباترا. ما احنا قلنا الكلام ده، هاجي أغير دلوقتي. تمام ماشي. لا براحتك. ماشي. كابتن رضا عبد العال نورتنا وشرفتنا، ودايما تنورنا وشرفتنا. حبيبي اسلام. وبشكرك طبعا على يعني مداخلتك مع ده عسل. عبد الرحمن ده عسل، ده لازم يبقى هنا وان شاء الله. اه والله لازم نقعد كده عشان نتخانق انا وهو مع بعض ونشد. هنعمل حلقه مع حضرتك ومعاه باذن الله. لكن بشكرك لان حبيبي. ده طبعا يعني تأكيد على يعني احترامك للناس كلها. يا حبيبي والله ربنا يخليك كابتن. فبشكر طبعا النجم الكبير كابتن رضا عبد العالي. يوم السبت ان شاء الله حلقة جديدة في البريمو مع النجم محمد فاروق. تصبحوا على خير.